نبدأ طبعا بالصوت العالي في البيوت المصرية، وصوت عالي جدا الثانوية العامة اللي الحديث عنها لا يتوقف ولا ينتهي، سواء خلصت امتحانات أو ما خلصتش أو بعد سنين من تخرجك، دايما ذكرياتها موجودة والحديث عنها كتير. المرحلة الأولى للثانوية العامة بدأت في تسجيل رغباتهم من يوم الجمعة 16 أغسطس لحد يوم الجمعة 16 أغسطس، بدأت من امبارح، وهيكون ده يعني للشعب طبعا المختلفة، شعبة علمي علوم من 371 درجة فأكثر بنسبة 90.48% بإجمالي عدد طلاب 23850 ألف طالب، والحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة، وده طبعا علمي رياضة يعني زي ما متعارف عليه، فأكثر بنسبة 87.7% بإجمالي 15355 طالب. وسجل الحد الأدنى بالنسبة للشعبة الأدبية 248 درجة فأكثر بنسبة 68.29%. 280 أنا قلت إيه؟ هتفرق كتير مع بتوع الثانوية العامة، هيعيطوا. قلت كم معلش؟ أنت قلت 248 48 ولا 48 ده كده ساقطين 280 يعني كده انا ضيعت الولاد اكتر ما هم اساسا يعني اللي هو اساسا لو هم جايبين مش عارف ايه زمانهم زعلوا مني، ما تزعلوش يا جماعه، شعب ادبي 280 درجه فاكثر بنسبه 68.29% باجمالي عدد الطلاب 73995. الحقيقة ده يعني من إجمالي طلاب المرحلة كلها 113200 من جميع الشعب. يعني الحقيقة إن فكرة بقى التنسيق، خدوا بالكم وانتوا بتحطوا الرغبات بتاعتكم اهتموا جدا بأنكم يعني تعملوها بدقة ومن غير أخطاء، والوزارة كمان أعلنت عن الأماكن اللي ممكن تكون بتساعد في أنكم تعملوا الرغبات بتاعتكم بشكل صحيح. هي المؤشرات اللي بدأت كده واللي هيتم طبعا أن أنت تملى الاستمارات أو أنك تعمل التنسيق الإلكتروني لحد يوم الجمعة زي ما وضحنا في البداية، طبعا بالتأكيد لازم يكون في مراعاة لقواعد معينة، مراعاة للدقة، الترتيب يكون حسب الرغبات، نظبط الأمور كده عشان إن شاء الله ربنا يوفق الجميع. وفعلا الوزارة موفرة وميسرة الأمور، حتى اللي متخوف أو اللي حاسس أنه ممكن ما يكونش هيدقق قوي في العملية نفسها من الأكاونت أو من خلال الجهاز، المعامل متوفرة، وهم مش عارفين هم بيسموها معمل يعني هم بيسموها المعامل اللي تابعة لوزارة التربية والتعليم جاهزة وبتستقبل الطلاب وفي اللي هيساعدهم في الموضوع ده. طبعا احنا يعني بنتمنى لهم كل التوفيق، وهنتابع بالتأكيد مع حضراتكم كل المراحل، وإن شاء الله ربنا يناول الجميع اللي فيه الخير ليه، وزي ما دايما بنأكد الموضوع مش نهاية العالم. وبعدين امبارح خدوا برضو في ناس خدت درجات زيادة في الفيزياء، فبرضو يعني جاي لهم درجات زيادة، انا قللت لهم في المجموع لكن الوزارة اديتهم درجات زيادة في الفيزياء. طبعا الاوائل اختلفت ترتيباتهم يعني بالتأكيد طبعا كان اجراء متعلق بدرجتين في مادة الفيزياء على سؤال معين، كان في خلل معين في الامتحان، وبعد كده تم تداركه في تشكيل لجنة وتم يعني تحويل للتحقيق بالنسبة للمسؤولين عن الامتحان وأمور كده متعلقة بالوزارة، ولكن كان في شفافية من الوزارة وتم الإعلان عن المشكلة اللي حصلت بالضبط، وتم يعني حل الموضوع بحيث ان اللي جاوبوا على السؤال ده بالإجابة الصحيحة او ده لأول مرة على فكرة، ده حدث تاريخي بالنسبة للثانوية العامة. ما حصلش قبل كده ابدا. والحقيقة انه يعني برضو شيء كويس، برغم ان الناس اختلفت على كانت النتيجة تتأجل لحد ما يتم البت في اللجنة وكذا، لكن في النهاية هو ده حق الطلبة فأخدوه، وده شيء محمود يعني نختلف او نتفق عليه بقى، ده موضوع يخص آرائنا الفكرية، لكن الحقيقة ان الطالب ده ليه درجتين فمن حقه انه يحصل عليها. هو الجميل في الامر ان كده الطالب خد حقه بالظبط، ان كان السياق جات ازاي. انا امبارح كنت لسه بتكلم مع صحفي يعني متخصص في شؤون التعليم، فبقول له يعني هل كده نقدر نقول ان الاول مره اللي جاوبوا غلط هم اللي خدوا الدرجات؟ قال يعني اللي جاوبوا غلط على السؤال ده هم اللي خدوا الدرجات، بعد كده اللي جاوبوا صح خدوا الدرجتين فبقى كله زي بعضه. فخلاص كده يعني الموضوع عدالة وشفافية من الوزارة الحقيقة لما أعلنت كل شيء بالنسبة للناس وكله ياخد حقه، ولكن طبعا الترتيبات اتغيرت.